إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من سوق المسيرة. حيث كيتعتبر هذا السوق من أكثر الأسواق رواجا، أكثر الأسواق الشعبية رواجا بمدينة الدار البيضاء. ولدائما السلطات الأمنية كتواظب على تنظيمه. ولدائما السلطات الأمنية مشكورة كتقوم بتحسيس وتوعية المواطنين أو الباعة بهذا السوق. السلام لاباس عليك، الله يبارك فيك. شكرا. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تيفي، ان السلطات الامنيه قامت تقريبا طوال هذه جائحه كورونا على تنظيم هذا السوق، ولايضا الباعه كيطالبوا فيه بسوق نموذجي. أكيد السلطات المحلية ولا السلطات الأمنية في حوار دائم من أجل إيجاد حل عملي لهذا السوق العشوائي. الله يحسن العون، راه كاينين الناس اللي معيشين عائلات من هذا السوق، واللي كنتمناو أن السلطات تلقى لهم حل في القريب العاجل. فالشكر كل الشكر للسلطات الأمنية، لا رجال الأمن بمنطقة مولاي رشيد ولا رجال السلطة، اللي كيسهروا على سلامة وحماية المواطن المغربي بهذه المنطقة. عليكم السلام. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه هي الحالة اللي أصبح عليها سوق المسيرة. من بعد ما واظبت السلطات الأمنية منذ ليلة أمس على تنظيم وتفريق التجمعات، واللي كيف ما قلت كنتمناو أن السلطات تلقى حل لهاد الباعة، حل عملي في القريب العاجل إن شاء الله. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتم معنا من داخل من قلب سوق المسيرة بمدينة الدار البيضاء بمنطقة مولاي رشيد.